شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية التوصل إلى إجراءات عملية لبلورة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن سد النهضة في إطار إعلان المبادئ، وعلى أن يراعي الاتفاق أهمية وحيوية موارد مصر المائية. تصريحات الرئيس جاءت خلال استقباله وزير الخارجية الإثيوبي الذي نقل له رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي، أكدت الاهتمام الكبير الذي توليه إثيوبيا لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية مع مصر والاهتمام والعزم على استئناف مسار المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة.